الآن ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد الصفدي الكاتب الصحفي. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك معنا بعد كل هذه الخلافات التي ذكرت في هذا التقرير، خلافات في الحكومة الإسرائيلية وداخل مجلس الحرب. هل ما يحدث الآن هو بداية لمرحلة جديدة وخطيرة؟ هل الانقسامات في الداخل الإسرائيلي هي بداية جديدة لهذا الخطر؟ تحياتي لك زميلتي والجميع المشاهدين الكرام. هي امتداد للمرحلة السابقة والخلافات التراكمية بسبب الفشل التراكمي، لأننا تحت بند أن الانتصار يتبناه الجميع وله 100 أب، بينما الهزيمة والفشل هي يتيمة، ولذلك كل طرف يلقي باللائمة والمسؤولية على الطرف الآخر منذ 7 أكتوبر، والمستوى العسكري يلقي على المستوى السياسي والعكس صحيح، ومجلس الحرب يلقي على مجلس الحكومة والحكومة تلقي على الوزراء، وهكذا الأمور. وكان أبرزها يوم أمس حينما قال أزينكوت في مجلس الحرب بأن أضعف الأعداء المقصود فيه في المحيط وفصائل المقاومة انتصروا عليهم ولم يستطيعوا أن يهزم الاحتلال، يستطيع أن يهزم فصائل المقاومة. بالتالي يتضح هذا الخلاف ويعود ويرتد كل الضغوطات بعد أن عملوا إزاحة للملف الإيراني، تعود من جديد، وخاصة أن أهالي الأسرى غاضبون جدا على الحكومة اليمينية وعلى رأسها نتنياهو، ولا تقدم ولا تحقيق للأهداف. لذلك كل ما كان في خطأ وعدم نجاح في الأهداف كلما زادت. طيب سيد أحمد، هذا التخبط الذي تتحدث عنه هو موجود منذ اليوم الأول، ولكن هل التخبط والاختلاف حول الرد على إيران هو الذي زاد الأزمة تعقيدا الآن؟ كل الملفات أستاذي، موضوع عرقلة مفاوضات الأسرى وعدم اقتناص الفرصة، نتنياهو العديد من المرات عرقلها. النقطة الثانية موضوع الرد على إيران، وقبل الرد على إيران موضوع استهداف السفارة بالأصل كمصدر دبلوماسي أو بعثة دولية دبلوماسية مكفولة بالحقوق الدولية. فنتنياهو أراد أن يفتح معركة جديدة، توسيع المعركة في الضفة وإطلاق يد المستوطنين ليعتدوا ويحرقوا منازل الفلسطينيين، الاعتداء على المسجد الأقصى، توسيع الحرب على لبنان، وكل هذه الملفات تتشابك. وكما تحدثت حضرتك أهمها موضوع إيران، الرد والرد الآخر، هنالك خلافات على شكل الرد وكيفية الرد، ولماذا في الأصل استهداف السفارة الإيرانية، في خلاف عليها أيضا أستاذي. بخصوص الرد على إيران، ماذا تتوقع أنت أن يحدث، خصوصا أن هناك الكثير من التقارير والتحليلات التي تتحدث عن اختلاف في شكل الرد، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصح إسرائيل بعدم الرد وعدم المشاركة في أي هجوم قد يحدث على إيران، فهل تصمت إسرائيل أم ماذا تتوقع حول هذه النقطة؟ عديد من المرات الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل، نصحتها في الحرب البرية، نصحتها بعدم التوغل في الغزة، نصحتها بعدم اللجوء إلى اقتحام رفح واجتياح رفح. إسرائيل تدير الظهر عادة، والنظرة الاستعلائية الإسرائيلية واضحة بأنها لا تقوى بعدم الرد، فمتوقع أن ترد وترد في العاصمة الإيرانية، تستهدف الحرس الثوري لأنها تقوم الآن سياسيا ودعائيا بشيطنة الحرس الثوري وتطالب بوضعها على قائمة الإرهاب. لذلك هذا مقدمة للرد واستهداف الحرس الثوري حسب اعتقادي. بعد هجوم إيران ربما خرجت أخبار تقول أنه سيتم تأجيل عملية رفح تحديدا، ماذا تتوقع كذلك حول هذا الأمر؟ تأجيل عملية لأنه نتنياهو يستعمل رفح كفزاعة وكمبرر لاستكمال المعارك وإطالة أمد المعركة حتى يتهرب من المحاسبة، طالما أن هنالك ملف آخر يقوم بهذا الدور وهو الرد والرد الآخر على إيران، هو يكمل معركة بجبهة أخرى، وبالتالي يضع رفح في جيبه كورقة أخيرة أستاذي، ولكن لا ينساها، لأنه إذا اجتاح رفح تنتهي المعركة مهما كانت نتائجها، سيعود إلى المحاسبة. لذلك هو وجد مناصي في موضوع الصفقة، في موضوع الاستهداف الإيراني، وسيعود إلى رفح بالتأكيد، هو يؤجلها فقط. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة أحمد الصفدي الكاتب الصحفي، شكرا لك على هذا التحليل.